تم الدعوة للوقفة الاحتجاجية لتسليط الضوء إعلاميا على ما يعانيه الكادر الطبي في أغلب المناطق المحررة من سوء معاملة. في مشفانا بالذات تعرض الكادر الطبي لفصل وعقوبات جائرة بحقه، قوبلت بالتهديد بالفصل عند الشكوى، وقوبلت بسوء معاملة أسوأ. استنفذ الكادر جميع الحلول المتبعة المتاحة له من شكاوى للمنظمات أو الوزارات، فكانت الوقفة الاحتجاجية أن نحن مستمرين في عملنا تحت ظروف القصف والحرب لا يهمنا، ولكن نرفض التسلط، نرفض سوء المعاملة، ومستمرين بعملنا بشكل تطوعي إن شاء الله. سياسة المنظمة وسياسة الإدارة يعني بتفرض عقوبات من ولا شيء، تنبيهات من ولا شيء، يعني من فجأة بنلاقي لوحة الإعلانات مليانة بعقوبات وتنبيهات ما إلى معنى ولا إلى أي داعي. مثلا خلافاتنا مع المرضى ما بيواجهونا مع المرضى، فورا بيفرضوا عقوبة بدون ما يعرفوا ولا أي وجهة نظر بالنسبة لنا.